والرجل الغامض يا لهوي متخفف نضارة ارتباه ويبص ازاي او كده كده هو وهو رايح جاي او كده ويبص ازاي او كده كده هو وهو رايح جاي او كده كده هو ويقف ويقول لا هي انا هو لا 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 يا لا يا لا 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 يا لهوي متخفف نضاره انت يا بجم يا اللي في الحمام ايوه يا ابي انا تعبان لا عامل ايه اروح عند الجيران ولا اتصرف ازاي وهو رايح ويقف ويقول لا هي انا هو طب اطلع شويه وبعدين ارجع خش تاني لا 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 يا لا يا لا 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 ايه لا لا اسمع الكلام بلاش العند ده بقول لك ويبص ازاي تعرف الصبح انت يا ست فوزية قوم يشوف اخوك اللي مبرطع في البيت زي ما يكون ورثه عن باباه مش كفاية مستحمله من صغره وعايش معايا عارفني والله لو حاتم ابني كان زمان رميته من الشباك ايه بتزعق كده ليه انت كده هتصحي الولاد فيها ايه يعني لما يستحمى ما انت عارف ان حازم اخويا طول عمره بيموت في النظافه ويا ريته بينضف يا اختي والله لو استحمى كل ثانيه ما هينضف ابدا ده لازم يغير جلده كله يوه يوه عليك يا نجدت هتفضل طول عمرك حنبلي كده يا هانم عندي ميعاد مهم جدا مع السيد مساعد وزير الداخليه واتاخرت عليه بسبب عفانه اخوكي زمان الوزاره مقلوبه يا سلام وهي يعني الوزاره هتطير يا اخويا طب ما انت ملتزم على طول وكل يوم بتروح في ميعادك فيها ايه يعني لما تتاخر يوم هيكون فيها ايه بتقول حاجه يا نجدت لا بدعي لك انت واخوك دفعه واحده نامي هنيداني نادو يا لو حسين فهمي صباح الفل يا جوز اختي عسل صباح الفل يا ابي صباح الطير صباح الباب ساعة ونص في الحمام ما انا قلت لسعادتك يا ابي اعمل لي حمام في اوضتي بس سعادتك بخلت عليا قاعد ساعة ونص وطالع الريحة هي اوف ادي وراثة يا ابي دي قريب قوي هتسمع اخبار كويسة يا فندم يا فندم ده فرقعات جرايد وسيادتك عارف جرايد المعارضة طبعا طبعا مع السلامة يا فندم صورتك منوره الجرايد يا نجدت شفتها يا فندم بس وحيات اولادي اديتهم صوره كبيره لسعادتك ما نزلوهاش الجبنه لحسن حظك انها ما نزلتش مع الكلام البايخ اللي سعادتك صرحت بيه فبركه يا فندم فبركه حضرتك عارف جرايد المعارضه هو يعني علشان شويه عيال بايظه بتشرب مخدرات في جامعه يلبسوها فينا احنا وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجه ده معروف في العالم كله يا سياده اللواء بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احل لك مشكله جامعه الصفا دي يا ريت يا فندم عشان نشوف سعادتك كتير بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك بقالك شهور ومش عارف تحل المشكله دي اقتحمت الجامعه 3 مرات ما وصلتش لحاجه ما نبنا بس غير وجع الدماغ من ابهات العيال دول الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك وانت فاهم كده طبعا فاهم يا فندم فاهم وده اللي خلاني اجل ساعتك دلوقتي انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه ايه الخطه يا نجده تقول وخلصني حاضر يا فندم حاضر احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي برافو يا نجدت برافو كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين انا كنت شغال عليه في صمت بسعادتك برضه اللي علمتنا كده يا فندم بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف ضابط حديث التخرج بالظبط يا فندم هو ده اللي رعيته وانا بختاره طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود بكره الصبح يكون في مكتبي دلوقتي انا هتصل بالوزاره ابلغهم الخطه عشان يهدوا شويه ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه السريه توريطه الو
اديني الوزاره بسرعه. طب اسمعي النكته دي، واحده متهمه عندي في الاداب ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معارك هنا حيوان انت. اسف يا ابي، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكم؟ حاجه غريبه. ايه يا جماعه، يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على شط اللواء، فاهم يا ابي؟ قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات يا اخي. ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى برا يا حازم، استنى برا يا حازم. افلام؟ استنى برا. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتر يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. دول جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط. صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه. اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعادة. يا أخ وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. من ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه، تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني؟ واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم ولا بد، انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا؟ ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني؟ يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ حبيبي اول مره تزورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يلا يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يلا يا ابني روح شوف عروستك. يلا بسيوني حبيبي، بسيوني
صباح الخير يا مسيو. صباح الخير، سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا مسيو. يا جماعه استنوا استنوا يا حبيبي، اقول لك على حاجه تانيه. هجروا يا مسيو، يا مسيو يا مسيو يا مسيو يا حبيبي، استنوا بس، اقول لك على حاجه. لا تاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت، ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى فيه سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه ولا نشيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاسم الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك، ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه يا كسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه جامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر، بحبك. اوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك انت. لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخنوا قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر، حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك، تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا. ماما أهلاً أهلاً، تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده مجنونة وصوت. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوه ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم، حازم بسيوني، بسيوني. الله يحرق سنينك، انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بس. والله وحشتني يا بسيوني. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني.
جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا باسم؟ لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا نفضت اتجوز جورنان، عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر ادي وحشني، ادي وحشني، نزلني بقى. لا تقول ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم يا فقر، كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العدل، يحيى العدل. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب قرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع! ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود، ورور. وريني بسيوني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما تيجي ولا احكي لك، علي جرى وانت حلوان منديلك، علي جرى بس ما تيجي ولا احكي لك، علي جرى.
سلام رغبة العجان لما محمود عبد العزيز فتح الراديو لقى مصر غالبة ليه كله تمام يا باشا الحمد لله الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة وهنطلع النهاردة ب 30 محضر يا عم اختفى أنت بقوا 31